زيجات بدون أعراس، ووفيات بدون جنائز، أعياد بدون زيارات، ما بين فرح لم يتوج وفقيد لم يودع. لم تترك فترة الحجر الصحي جانباً من جوانب الحياة اليومية إلا وأثرت فيه بشكل أو بآخر. هذا الوضع دفع البعض إلى تأجيل مشاريع حياته ككل إلى حين انتفاء الظروف المانعة لذلك، في حين استطاع الكثيرون أن يجعلوا من هذه الفترة تجربة حياتية لاستخلاص الدروس والعبر. الحجر الصحي مصطلح كان قبل عام من الآن بعيداً كل البعد عن أذهاننا ومجتمعاتنا، حتى أن الجيل الجديد من المغاربة لم يسمعوا عنه قط من قبل، بل ربما قرأوا عنه بعض السطور في كتب تاريخ الأوبئة. لكن الضيف الثقيل الذي طرق أبواب بيوتنا دون استئذان ممارساً سلطته بكل شطط، استطاع أن يقلب موازين العالم رأساً على عقب. 20 مارس 2020 تاريخ سيذكره المغاربة كثيراً، حيث كانت البداية مع مرحلة جديدة وتجربة إنسانية بما لها وما عليها فرادتها ظروف الجائحة. هذه التجربة المستجدة أيضاً كحداثة صانعها فيروس كورونا المستجد، فترة كانت طافحة بالدروس، حيث أكد المغرب أن الصحة العامة لا يمكن أن توازي بأي شكل من الأشكال أي مجال آخر. هي فرصة كانت للتعلم والتأمل ومراجعة الذات وعلاقتها بالآخر وبمحيطها. لقد كان من الصعب على شعب المضياف أن يغلق باب بيته، أن لا يتبادل أطراف الحديث مع جاره، وأن لا يرتشف فنجان قهوة مع أصدقائه. ربما كان الحجر الصحي أشد وقعاً على الشعوب التي تعودت أن تفتح باب الاستقبال على مصراعيه كالشعب المغربي، الشعب الذي تنبض شوارعه فرحاً وبهجة وحباً للحياة، ليجد نفسه بحاجة إلى وثيقة تنقل استثنائية لقضاء أبسط الحاجيات اليومية أو للسفر أو العمل. إذا كانت الفيروسات اختباراً للمنظومات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، فهي اختبار حقيقي للإنسان. كيف غيرت العزلة الصحية نظرتنا للحياة؟ كيف زرعت فينا حس المسؤولية وكسرت أنف الأنانية لدينا؟ حين كان بعضنا يقول أنا وليأتي الطوفان من بعدي. الحجر الصحي خاصة وأزمة كورونا عامة غيرت نظرتنا إلى العالم، وحتى تفاعلنا مع الأشياء المحيطة بنا، تفاعلنا مع العائلة والعمل والبيئة. أصبحنا ننظر إلى العالم بشكل مختلف تماماً عما سبق، ولن يختلف اثنان على ذلك. لقد أثبتت هذه التجربة أن العالم بالفعل قرية صغيرة في الوقت الذي تقاسمت كل شعوب المعمور نفس الشعور بالعزلة والخوف من جهة، والتحدي والتمسك بحب الحياة وسمو القيم الكونية من جهة ثانية، معلنة أن حتى الخروج والعودة إلى المنزل من نعم الله الكبيرة علينا، وأن إشراقة شمس كل صباح تستحق اليوم أن ننظر إليها بامتنان أكبر.